مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج الفرق. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم العالم الجليل أستاذ دكتور مختار عطلة، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بحضرتك دكتور أهلا مختار. أهلا بك دكتور محمد. إيه الجمال ده يا دكتور؟ يعني أنت بتغير بعض المفاهيم وتعدل بعض المفاهيم الأخرى وتقاعد القواعد بالفعل. جزاك الله خير أولا على هذا الطرح الجميل قوي، واشكرك على الالتصاق دائما بالواقع معي، يعني وان كنا نرتكس فيه لكن هذا داب البرنامج دائما. توقفنا في الحلقه القادمه عند مفهوم اهل السنه واهل السنه والجماعه. حبذا لو تذكير بسيط ثم ندب بقيه الحوار. احنا قلنا ان اهل السنه والجماعه هم الذين ياخذون السنه من البخاري ومسلم وطبعا كتب السنه الاخرى كما اتفقنا. فبقول للناس وللشباب علامه ان يكون الانسان من اهل السنه والجماعه ان ياخذ بالبخاري ومسلم، عندئذ يكون مع أهل السنة يعني جماعة المسلمين الذين تحرم دماؤهم وكذا، وهم يكونون جماعة سياسية واحدة. طب بين قوسين كده، لو في واحد بيهاجم البخاري ومسلم ومحسوب على الإسلام، احنا هنرجع بقى نخليه بقى من أهل السنة الجماعة لما هنقول دلوقتي. هنقول دلوقتي لما نرجع بقى لمفهوم أهل السنة. تمام. بس خلينا نقول إن دول يدخل فيهم الصوفية والمعتزلة والأشاعرة، لا يخرج منها من هذه الأمة الاتنين. كلها إلا اثنين، الخوارج والشيعة وغلاة الشيعة. والشيعة أو غلاة الشيعة، يعني غلاة الخوارج والشيعة. تمام، دول يخرجوا من أهل السنة ولسه والجماعة. في خوارج موجودين دلوقتي يا دكتور؟ امتداد ليهم كده؟ امتدادهم موجود طبعا، بس كفرقة يعني يطلق على يطلق عليها اسم الخوارج زي موجود مثلا دلوقتي الأشاعرة او موجود الصوفية. لا يعني ولا المعتزلة، نعتبر داعش مثلا زي الخوارج كده. ممكن تقول مثلا ان داعش خوارج العصر الحديث، اشوف كلامهم لانهم واخدين نفس الاصول الإيمانية. ممكن مثلا الخروج على ولاة الأمور وحرب بالضبط. تقول مثلا من آثار المعتزلة القول بكذا، المنهج الاعتزالي في العصر الحديث. لكن المعتزلة كفرقة خلاص انتهت، ليس لها. ممكن أكيد الاسم اتغير، هم أذكياء برضو هيلونوا نفسهم. يعني دكتور يعني مش كده برضو هيطوروا نفسهم شوية؟ طبعا. يعني عايز أقول عشان المشاهد يطمئن، احنا ما بنتكلمش في الفضاء الفلسفي. يعني قد يكون المعتزلة كمصطلح انتهى لكن الفكرة ما زالت موجودة، بس خدت توب تاني او اسم تاني او مصطلح تاني، مش كده برضو؟ تمام 100%. هس كما سنأتي يعني ان شاء الله وسيفاجئ المشاهد. نعم صحيح، ده كلام سليم. طب اهل السنة بقى هم؟ اهل السنة لما بشيل كلمة الجماعة، ايوة، هنا بأشير الى طائفة العلماء الذين اخذوا بمنهج الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين وتابعيهم. ليه انا بقول الثلاثة دول؟ يعني الثلاثة دول هم القرون الأولى المفضلة التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني ثم الذين يلهم ثم الذين يلهم. وهي قرن 100 سنة ولا لا؟ القرن جيل، يعني 33 سنة، نقدر نقول كلهم 100 سنة. كلهم 100 سنة. فتابع التابعين ينتهي عندهم صفة الخيرية التي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. دول اسمهم ايه دكتور محمد؟ اهل السنة؟ لا ثواني، دول اسمهم السلف. من هنا نشأت الجماعة السلف. طب انا وانت لما ناخد منهم، انا سلفي، يبقى انت سلفي بياء النسب. معقول؟ وانت سلفي وانا سلفي. يعني السلفي ليست السلف ليست سبة فكرية يعني؟ لا بالعكس، السلف فترة زمنية محددة منصوص عليها في الحديث، والسلفية هي اتباع أهل هذه الفترة إلى يوم الدين. ومن ليس بسلفي هو أصلا ليس من أهل السنة. خلاص أنت مش سلف، أمال أنت إيه؟ هتاخد من مين؟ مش هتاخد من السلف الصالح في القرون الثلاثة دول، تبقى أنت إيه؟ لا بالراحة. من ليس سلفيا ليس من أهل السنة بالمعنى ده، بالمعنى الضيق. وفي معنى عام قلنا كمصطلح نعم. ومعنى ضيق ينطبق على الذين يأخذون أصول دينهم أيوة من هؤلاء الصحابة. الصحابة والتابعون وتابعوه، جيل مجاهد، دول يسلمون القرآن والسنة أساسا. بالزبط. يعني ما جالنا من عندهم يعني. ليه؟ لأن وإلا سؤالك وجيه معذرة أن نعيد مرة ثانية. لو أنا قلت أنا مش سلفي يبقى أنا إيه؟ بقى أنت مبتدع. هتبقى إيه بقى؟ هتبقى صوفي، هتبقى معتزلي. لا هرد على حضرتك. ما هم دول بقى. لا انا هرد على حضرتك. انا هبقى ايه؟ اتفضل. هو ابو بكر كان ايه عليه رضوان الله؟ وسيدنا عمر كان ايه؟ سلف. بالنسبه هو كان سلف. هو سلف بالنسبه لنا. هو ما كانش سلفي. الصحابه ما كانوش سلف. ابو بكر كان ايه؟ كان صحابي. يعني طيب. ايه صحابي؟ يعني أيوة. من القرون الثلاثه المفضله.
التي أمرنا الرسول أن نأخذ عنه. هذا وصف أبو بكر. وصفنا إيه بقى؟ أيوة. تبع له. سلفي. سلفي. عشان كده يا دكتور محمد هتلاقي أهل السنة فقط بقى من غير الجماعة. أهل السنة يخرج منهم المعتزلة ويخرج منهم الصوفية ويخرج منهم المبتدع بقى وسائر المبتدع اللي بدعوا في الدين مش وسائر المبتدع. يا الله أشكرك جميل. ولذلك جميل. أنا لما أقول مثلا أهل السنة أهل الإمام السنة. أحمد بن حنبل بنقول إمام إيه؟ أهل السنة إمام أهل السنة ليه؟ لأنه أخذ في أصول الدين بمنهج هؤلاء السلف بمنهج الرسول وأصحابه وتابعيهم وتابعيه. وبالتالي ما نقولش الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. إمام أهل السنة وهو إمام أهل السنة أصلا. هو طبعا والجماعة ليه بقى؟ لأن كل من هو من أهل السنة هو من أهل السنة والجماعة. أحسن. وليس كل من هو في أهل السنة والجماعة من أهل السنة. لا قولها لي تاني دي. يعني مثلا أجيب أمثلة ولا أقولها لك تاني؟ قولها لي تاني ووضحها. كل من هو من أهل السنة فهو من أهل السنة والجماعة. فهو من أهل السنة والجماعة. لأنه ينضم إلى جماعة المسلمين. تمام. تمام. وليس كل من هو من أهل السنة والجماعة من أهل السنة من أهل في مسائل الاعتقاد. آه في ناس ما تاخدش أهل السنة والجماعة معتزلة وصوفية مثلا. أحسنت. هتقدر تقول إن المعتزلة من أهل السنة؟ لا مش من أهل السنة. من أهل السنة والجماعة. دول مبتدعة لكنهم من أهل السنة والجماعة. يعني لا تحل دمهم ليه؟ لأنهم يأخذونك الكتاب السنة من بخاري ومسلم. ثم لهم تأويلات. هذه التأويلات على المستوى العلمي راجح ومرجوح. نعم فيها كلام تقبل يعني تأخذ وترفض يعني. لا يخرجون من الحضارة الإسلام من المل أبدا أبدا بأي حال من الأحوال أبدا. أنا طبعا بتكلم عن جمهور هذه الفرق. نعم الصوفية نعم. مثلا منهم من يقول بأقوال تخرج عن المل كما سنأتي بس ما خرجش الصوفية كلها مثلا يعني. لا أرمي الصوفية كلهم بحجر واحد في أي حكم. كما قلت قبل كده عن بقية الفرق لا ترمى الفرقة بحجر واحد. طب هم دي أهل السنة وأهل السنة والجماعة. أحسنت تأصيلك. المفروض إحنا نقول إحنا إيه بقى؟ إحنا أهل سنة. يعني أنا وجماعة. وإنت وكل المشاهدين المحترمين إحنا من أهل السنة, من أهل السنة ليه؟ أيوة. لأنك لما تيجي تقول لي هل الله سيرى في الآخرة؟ هقول لك نعم. ليه؟ لأنه قال عز وجل وجوه إلى ربهم ناظرة. تمام. إلى ربهم ناظرة. فهتقول لي طيب أنت فهمت الناظرة بمعنى أنه ينظرون إليه ليه؟ أقول لك لأن الرسول قال كذا وعبد الله بن عباس قال كذا ومجاهد قال كذا الأدلة. أنا باخد فهم هذه الآية المختلف فيها اللي هي المتشابهات. أيوة. من السلف الصالح يبقى أهل سنة. طب ابتدعت وعدت ألف تبقى مش يبقى مش انا هنا مبتدع اطلع من اهل السنه واخش بقى معتزلي الصوفي مع ايه بقى فرقه من الفرق اللي بتقول باللي بالظبط هذا الاتجاه. تمام. جميل هذا التأصيل يا دكتور. نعم. اعتقد ان شباب كتير مش ما كانوش عارفين هذا يعني التأصيل وهذا الفرق وهذا الوضع. يعني مثلا حتى في مؤتمرات وللاسف مؤتمر الشيشان اتعمل يعني في 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 جدل كبير جدا وعصبيه وتم استبعاد ناس منه على فكره بالمناسبه يعني انا بقول لك يعني مثال اهو وفي عصبيه كتيره جدا بتتاب بعض حتى تلاميذ وطلاب واحنا بندرس لهم بنلاقي منهم بتفاجئ من بين التلاميذ اللي قاعدين يسمعوا المحاضره بعض المتعصبين اللي الذين يعني يحكمون على فلان وفلان ويرفضون كذا وكذا إلى آخره. فبنأخذهم بالراحة. لازم المفهوم يكون واضح. تمام. إنه لما بقول أهل السنة يعني الذين أخذوا أصول الدين على فهم الصحابة والتابعين وتابعيه. هل هذا قيد يا دكتور؟ يعني طب ماشي افسح نعم. لصدرك دقيقة واحدة يعني. كان لهم زمنهم وبيئتهم ومكانهم وظروفهم وحضرتك أصلت أن الفتوى تتغير بتغير الزمن تمام. يعني فإيه الحرج أن احنا نتحرر ونتغلى يعني؟ هنا بقى أرجعك للفرق بين العقيدة والشريعة. العقيدة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير الظروف. عايز أقول لك كمان ولا بتغير الأنبياء. مسائل العقيدة هي هي من آدم إلى يوم القيامة. الله أكبر. هي الله واحد لا إله إلا هو. هات لي نبي كده مثلا من الأنبياء السابقين قال أنا ما فيش بعث مثلا. لا
اللي هو اصول الايمان دي كله، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر. احسنت، اللي هو مسائل الاعتقاد اللي احنا ده الاعتقاد. ما هي دي بقى اللي فرقت بين اهل السنه وغيرهم. الله مش عليك، الشريعه دي لا تقبل الخلاف ولا تتغير ولا نسخ ولا يقع عليها نسخ. طب لا نسخ ولا تغيير، بينما مسائل الفقه تنسخ وتغير بتغير الفتوى والظروف. وكل واحد وعقله بقى بعلمه بما لديه من علم ومجامع فقهيه. لما مسائل دي ايام، مش ايام سيدنا ابو بكر بس، ابن سيدنا ابو بكر وايام، بس الصحابه نفسهم اختلفوا في ايه، في بعض المسائل يعني، مسائل الايمان. الاصول لا، الاختلاف كلها كانت في مسائل فقهيه، ولما كانوا يختلفوا في فهم مساله من مسائل الاصول كانوا يرجعون فيها الى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحسبها، زي الرجل اللي سال عن اذا كان يعني الامور كده انف يعني وخلاص، فقال ايه، اعملوا فكل ما يسر لما خلق له، مساله القدر حسمها وخلصها. انا ما جيش النهارده بقى اخرج عن الحديث ده، انا خرجت عن اهل السنه. تيجي تكلمني في مساله القدر، يجي تجيبني يمين يجيبني شمال، هقول لك اعملوا فكل ما يسر لما خلق له، وبالتالي تجيب لي ادله من فوق الارض من تحت الارض، هقول لك اعملوا فكل ده، خلاص الرسول قال انتهى. احسنت، وفسرها لي انا كده سلفي، نستعصم بيها ونمسك بيها وخلاص، بس انتهى. وبالتالي من يتحجج انه الزمن اختلف، البيئه اختلفت، الظروف اختلفت، نرد عليه انه في الفقهيات مش في العقيده. مش في العقيده، العقيده لا تختلف باختلاف البيئه، والفقهيات تقبله مختلف معاك طبعا، يختلف ونختلف طبعًا، لا حرج يعني، مفيش كلام، انما نتفق على اصول العقيده بالظبط. لما سيدنا عمر قالوا له انت رايح المدينه وهي فيها طاعون، قالوا لا مش هروح، فجي الناس قالوا له متفر من قدر الله، متفر من قضاء الله، قال لهم ايه، افر من قضاء الله الى قضاء الله. هتيجي انت بقى تفسر لي 100 تفسير، هقول لك برضه عمر قال كذا، انا مستمسك بيه، من قضاء الله الى قضاء الله. والا يبقى مغرض بقى، يبقى انا باخد بالحديث وباخد بكلام الصحابه تفسيره وكتاب التابعين وتابعين الاجيال الثلاثه الاولى اللي فيها تفضيل. هل كاستاذ للفلسفه يا دكتور، تم رصد جميع الفرق الاسلاميه؟ احنا اول تاريخ كما تفضلت الخوارج، مش كده؟ اول تاريخ في الامه يعني. نعم، الخوارج أول ثم مسمار. تاريخيا بقى، ثم الشيعه تاريخيا ظهر الشيعه، ثم المعتزله، لان المعتزله ظهروا سنة 110 مبكرة يعني. 110، ما هو 110 ده الدولة العباسية يمكن، مش كده؟ لا لسه الدولة الأموية، الدولة الأموية 132 العباسية. فكان الحسن البصري حتى قبل 110، لأن الحسن البصري ميت 110 تمام؟ هو كان بعد الإمام الحسن البصري. الحسن البصري ميت 110. لا ده من التابعين قبله، ده إمام التابعين. نعم، 110. وصل ابن عطاء 132، وكان من تلاميذه، ده معتزلي بقى، اصل ابن ده بقى منشئ المعتزله. طيب الواقع، لا بس وقت ايد، على هو اتربى على ايد الجبائي، ابو علي الجبائي. لا ده الجبائي في القرن الرابع. لا يبقى ده الحسن الاشعري، اسف، ابو الحسن الاشعري. لا الاشعري نرجع لها، ابو الحسن الاشعري اتربى على ايد الجبائي. احسنت، ابو علي الجبائي كان جوز امه. وصل هو 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 مش هو اعتزل وصل اللي قال اعتزل، انا اعتزل انا واصل، فهنرجع لها في حلقه المعتزله. بس عايز اقول لك هو كان مع تلميذ، كان تلميذ الحسن البصري. الحسن البصري امام التابعين. احسنت، يعني نشاه المعتزله مع الحسن البصري، باعتزال وصل ابن عطاء. باعتزال وصل ابن عطاء، هو مات 110 الحسن البصري. أيوة. الواقعة حصلت امتى؟ مفيش ثبوت تاريخ انها 105 100 فاحنا بنقول ايه؟ 110 بالتاكيد قبل 110، فبنأرخ لها ب 110. الواقعة الايه؟ واقعة اعتزالنا واصل، نحكيها بعد كده يعني. تمام. فتاريخيا يجي بعد كده الأشاعرة. احسنت، بعد كده يجي الأشاعرة بقى، اللي هو ابو الحسن خرج من تحت عباءة ايه؟ الجبائي. أبو علي الجبائي كان معتزليا، كان معتزليا، والحكاية اللي معروفة نتكلم كان عنها، كان زوجهم وسنأتيها بالظبط، هو كان ربيبه، وإحنا نتكلم عن القصة ومدى ثبوتها إلى آخره بعد كده. تمام؟ إيه جوز أمه؟ ربيبه أحلى، ربيبه زوج أمي لو هتوصف أبو علي، ربيبه لو هتوصف أبو الحسن. أبو الحسن، أحسنت. تمام كده الأشاعرة. نعم، ثم على مستوى جاءت الفرق بقى تترى بقى. لا مش مهم، سنوصل فيما بعد بالزبط. يعني هل تم رصد عدد هذه الفرق؟ أنا ليه بقول، لأن الرسول قال إلى بضع وسبعين فرقة، 73 شعبة. هل بضع وسبعين أو 73؟ 73 في الحديث، 73. نعم في الحديث ده، معلش عشان هل وصل، احنا معنا دقيقتين. أقول لك الحديث، هل وصلوا فعلا حاجة وسبعين؟ الحديث ده اللي هو اسمه حديث الفرق، حديث الفرق ده مختلف في صحته، ضربوه كتير من المحدثين. مختلف في صحته فعلا. هناك من ضعفه، وهناك من صححه.
مختلف في صحتي. ادي اول حاجه، مش معنى ذلك ان انا يعني بشكل لا لا، انا بقول هو مختلف في ليس وان بهذه الصيغه على صحتي، ليس مجمعا على صحتي. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه، المجمع على ضعفه جدا عباره كلهم في النار، لانه الحديث المختلف في الصحات اللي قلت لك عليه، وان كان طائفه كبيره المحدثين يصححونه، اللي هو اختلفت اليهود على 71 شعبه، اختلفت النصارى على 72 شعبه، اختلف امتي على 73 فرقه، اختلف امتي على 73 فرقه بس لغايه هنا. ده النص الصحيح، ما فيش بقى كلهم في النار الا واحده، كلهم في النار الا واحده. من هي يا رسول الله؟ انا على جماعه الجماعه دي شديده الضعف، حتى قيل لا موضوع. ده احنا قلنا اهل السنه والجماعه عشان الحديث بتاع لا الجماعه. لا لا، مش دي، في حديث كثير عن اهل السنه والجماعه، من فرق السنه وجماعتي والجماعه، في حديث كثير. لكن ليست نصا في هذا الحديث. لكن لسه لا يعتمد يعني عليه اصلا. كلهن في النار الا واحده، ما علي انا واصحاب الجماعه. الزياده دي دي شديده الضعف. حتى يعني قيل انها ليست في الحديث. يعني نقف عند 73 فرقه. تمام، وهو خبر يخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس قوي. هل هم فعلا وحصل 73 فرقه؟ ما ده سؤالي بقى. في البغدادي، عبد القاهر البغدادي من علماء الاشاعره، معروف في القرن الخامس، كتب كتاب سماه الفرق بين الفرق. البغدادي بالذات اصر ان يوصلهم 73. اصر يعني عشان ينطبق مع الحديث. يعني ولا فيها نوع من، مش التعسف يعني، مش المغالاه يعني، فيها نوع شويه من الايه، من مط يعني. مثلا لك المعتزله منهم الجاحظية ويقولون بكذا وكذا، الخياطية ويقولون بكذا وكذا، في حين ان المعتزلة اصلا هم في الاصل تقسمهم فرقتين، هي فرقة واحدة كبرى وتقدر تقول مدرستين، مدرسة بغداد ومدرسة البصر، بس معتزلة فرقة يعني، بس هم كلهم فرقة. المهم هو اصر ان يوصلهم 73، ولم يفعل هذا احد غيره من كتاب الفرق. يعني مثلا الفصل لابن حزم، الملل والنحل الشمساني وغيره وغيره، بيكتفي بالفرق، مش شرط يوصلها 73. اللي كان عصره بوصل على عصره، ان الرقم ده دلالي، يعني رقم دلالي. او ده كان سؤال لحضرتك، هو الرقم 73 يعني مش من المقطوع به، مع ان الحديث حدد يعني 71 لليهود، 72 للنصارى، 73 للمسلمين. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يقول يعني على غرار استغفر لهم او لا تستغفر لهم، سبعين انت استغفر مرة. 70 مره، فكأننا التكفير يعني. كأننا سنكون فرقا كثيرة قريبين منه. يعني ممكن والواقع الدراسي اللي عملتوه الفرق كتير يا دكتور؟ طبعا كتير، خاصة لو دخلت فيها الفرق الحديثة بقى، برضه هنتكلم عنها، البائية والبهائية والقديانية والدرازية الدرازية، وتخش بقى على العلمانية والليبرالية، التيارات دي كلها، كل دي فرق من شأنها أن تدمر الأمة. طبعا الموضوع خطير يا دكتور. والقرآنيين، ما كل دي أقوال قديمة. القرآنيون دلوقتي أقوال لهم سند في القديم، لهم سند طبعا. الله، ده الرسول حذر منه. الرجل اللي بيتكئ على أريكاتي بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه حلال. بص، لا يوجد أحد من هؤلاء الخارجين عن أهل السنة والجماعة، أنا بقوله في العصر الحديث، أصيل فيما يقول. كل ولا المستشرق، وخد بقى عن كل أقوال المستشرقين مأخوذة من التاريخ الإسلامي. طب بالمناسبة بقى، بعض الإعلاميين اللي بيتنطنوا في الفضائيات ويهاجموا ما بيكونوش جديد يعني نهائي، ما بقولك لا يوجد كلمة واحدة فيها إبداع، يعني حتى مش ناس عباقرة يعني، اجدرار لشبهات سابقة، كله تحدث عن بعضها القرآن الكريم زي ما هنيجي، تحدثت عن بعضها السنة النبوية الصحيحة زي ما هنيجي، وتكلم عن علماء السلف زي ما هنيجي، ولا يوجد فيها إبداع على الإطلاق، اجدرار وعادة صياغة. ولذلك الرد عليهم ما أسهله، لا بالعكس بقى، الأصليين كانوا علماء. صحيح، كان يقدر يدافع عن رأيه. إنما ده مقلد، حافظ كلمتين وخلاص من المستشرق الفلاني أو من كل الخلق اللي صدعت دماغنا على الفضائيات ده بالهجوم على القرآن والسنة، نقول لهم أنتم أبواب، كل طبعا كلام قديم مردود عليه أصلا، ونطمن شباب الأمة التانيين إن تم الرد عليهم قديما يعني. أكيد، وسيظل الإسلام الحمد لله الصحيح السليم الذي أراد الله منا قائما إلى يوم الدين بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى دكتور، أنا سعيد بهذا اللقاء، وعلى وصل اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك سيدي الكريم، وإياكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ دكتور مختار عطلة، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. شكرا لك دكتور مختار، حتى يضمنا لقاء جديد إذا أنسى الله في الأجل وكان في العمر بقية. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.